أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات التعليم الفندقي في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني، وحلقتنا اليوم تختص الصف الثاني فن الطهو. تمام، هنتكلم عن طرق الطهي المختلفة. أول حاجة هنتكلم عن واحد الشي أو الشوي، اتنين التخمير أو التحمير، تلاتة التحميص، أربعة الطهو في الفرن. تمام، الشي أو الشوي هو تعريض الطعام للحرارة المباشرة على الفحم المتوهج أو على سطح ساخن أو شعلة أو غاز أسفل سطح ساخن، بما معنى إن أنا لو جبت مثلا الفراخ بتاعتي أو الكفتة اللي أنا هشويها، تمام، بتبقى بتحط على أسياخ وتتعرض مباشرة للفحم اللي أنا بحطه عليه على طول. تمام، نيجي بعد كده للنقطة التانية، أو طاسة ثقيلة على شعلة الغاز أو أمام النار الشواية الكهربائية. كلنا بنشوف الشواية الكهربائية في بعض المطاعم المستقلة أو المطاعم الخارجية اللي هي بتحط فيها الفراخ أو التشيكن وبيتم تقليبها من خلال موتور. تمام، دي اسمها الشواية الكهربائية بتاعتنا. اتنين التقمير أو تحمير، وهو تحمير وجه الطعام إلى درجة معينة على الشواية العليا في الفرن. تلاتة التحميص، وده احنا لو حابين نحمص عيش أو حاجة لازما بنسخن الفرن بتاعنا الأول على درجة حرارة 120. تمام، بعد كده بيتم فصل الفرن ويتم وضع العيش بتاعنا اللي احنا هنحمصه. تمام، وبيتحمص من زيته من السخونية والبخار اللي هم طالعين عليه، لكن ما ينفعش ان احنا نحمص العيش في نفس درجة الحرارة بتاعتنا وتفضل الفرن شغال او النار شغالة عليه، لانه هيتم حرقه بعد دقيقة او نص دقيقة. تمام، نيجي بعد كده نتجه للنقطة اللي بعديها، الطهو في الفرن، وهو طهو المأكولات المختلفة بالحرارة الرطبة بدون ماء. يبقى احنا هنا ما بنحطش في الصينية بتاعتنا او الجزء المراد شاويه اي سوائل او صلصات على الجزء المراد تحميره او شويه. ثانيا الطهو بالحرارة الرطبة، هنا بقى زي ما بنعمل كده صينية البطاطس في البيت، بنحط الصلصات بتاعتنا والمارينيه بتاعنا جوه الحاجة اللي هي هتتشوي. تمام، جوه الصينية، ودي جواها نسبة مياه أو رطوبة. واحد السلق، وهو طهو الطعام في كمية من الماء في درجة الغليان 100. طبعا احنا بنعرف ان درجة الغليان وصلت 100 ازاي، ممكن من الترمومتر، وممكن ان احنا لو شفنا فقاقيع طالعة من المية وابخرة عالية يبقى كده وصلت لدرجة الغليان بتاعتها هي 100. ينقسم السلق الى نوعين، السلق على البارد وهو وضع الطعام في الماء البارد غير المملح وجعله يغلي. تمام، يعني احنا بنجيب هنا الحاجه المراد سلقها زي مثلا الفراخ او اللحوم. تمام، وبيتم وضعها في اناء مياه بارده. تمام، الاتنين بيبتدوا يشتغل عليهم النار في وقت واحد. تمام، لكن السلق على الساخن بيبقى العكس، احنا بنوصل المياه لدرجه غليان 120 او 100 درجه مئويه، وبتدي تسقيط او بننزل الحاجه اللي احنا هنسلقها فيها بعد كده. تمام، زي السلق على الساخن اهو، نستعرض مع بعض، السلق على الساخن وهو طهي الطعام ببطء في الماء المغلي. اتنين التسبيك، وينقسم الى نوعين، التسبيك الخفيف وهو طهي الطعام في كمية محدودة السائل. يبقى التسبيك الخفيف هو طهو الطعام في كمية محدودة من السائل، زي اللي احنا بنشتغله في المطبخ بتاعنا او في البيت بتاعنا العادي، بنحط صوص الطماطم، تمام، والزبدة والسمنة بتاعتنا، وبيتم تسبيك الحاجة وبننزل عليها الفراخ او اللحمه بتاعتنا، وبتتسبك وبتستوي مع بعضيها. تمام، لكن التسبيك اللي هو الجزء النوع الثاني، تسبيك اللي هو الني في ني، بيتم وضع الخضار بتاعنا والزبده بتاعتنا والسمنه والطماطم وكل حاجه، وبناخدها نص تسويه بحيث انها تبقى لون فضي بس، ما تبقاش اللون الذهبي او الاحمر اللي هي ما تسبكش على الاخر. تمام، وبيتم تشويح الجزء المراد مع السلق معاه، بننزله زي الفراخ او اللحم، بننزله عليه بتاخد نص تسويه بس، ده كده باسمه ني في ني. طب نستعرض مع بعض كده، لو سالنا في سؤال ايه الصيغه اللي احنا المفروض نجاوب في الامتحان، يبقى التسبيك ني في ني عدم تحمير البصل والثوم عند عمل التقليه للطبيخ، يبقى احنا ما محمروش لدرجه التحمير بتاعنا، ولا تسبيك للطماطم، ويتم طهي اللحوم بعد تتبيلها في اناء ثم يضاف اليها الخضار السوتيه ويرفع في ان واحد زي ما احنا قلنا. تمام، طيب يجي بعد كده يقول لك تكلم عن التشريب. ايه هو التشريب؟ وهو طهو الطعام في كمية قليلة من السائل اناء محكم الغطاء في نار هادئة. يعني
ان احنا لو احنا عندنا مثال بسيط جدا للرز بتاعنا او الحاجه اللي احنا بنعملها في البيت عشان نخليها تستوي، بنحط الرز مثلا حوالي 3 مكيال مج رز، ونحط 3 مكيال مج ميه عليه، تمام، وبنسيبه ونهدي النار عليه لحد ما ايه يستوي تماما. نيجي بعد كده للجزئيه اللي بعديها، الطهي على البخار، وهو طهو الطعام بواسطه بخار الماء الذي يغلي 120 درجه مئويه. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ احنا ممكن نوصل درجه حرارة المية اللي احنا بنحطها في إناء ل 120 درجة مئوية، بعد كده بنجيب مصفى، ودي الطريقة التقليدية اللي احنا كنا بنسوي بيها في البيت بتاعنا أو المطابخ الإيه القديمة زمان. بنجيب مصفى ونحطها فوق، بنحط الحاجة تستوي من فوق. لكن دلوقتي في جهاز اسمه الستيم موجود في المطاعم الخمس نجوم، بيبقى جهاز كبير جدا ليه دراع، برفعه بحط الحاجة المراد تسويتها وهو بيسويها لي بالإيه بالبخار. طيب نيجي بعد كده النقطة التانية، ينقسم الطهو بالبخار إلى 3 نقاط: 1 اناء الغلي المزدوج، ده اللي احنا قلنا عليه، 2 الطهي بغليان الماء، يبقى لازم لما الميه تغلي ببتدي ايه تطلع ابخره ايه تطهيها لي او تسويها لي. تعريف الغليان هو ظهور الفقاقيع باسفل الاناء الذي يوجد به الماء ثم يعلو الى ايه السطح. لما يجي هنا يقول لك عرف الغليان، تقول له ايه؟ هو ظهور الفقاقيع باسفل الاناء الذي يوجد به الماء ثم يعلو الى السطح. طيب التحمير، تعريف التحمير بقى، هو طهو أطعمة في مادة دهنية ساخنة زيت سمنة في درجة حرارة كام؟ 177 أو توصل ل 196 درجة مئوية. طبعا ده بيبقى إيه خطر جدا بالنسبة للآليات بتاعتنا اللي هي شغالة بالضغط الحراري زي المطابخ الكبيرة. طيب أقسام التحمير، تحمير بسيط وتحمير إيه غزير. رابعا الطهو باستخدام الأشعة متناهية القصر. يعني إيه متناهية القصر؟ لما يجي لك سؤال في الطهو باستخدام أشعة متناهية القصر، يعرف على طول إن إحنا بنتكلم على إيه؟ على الأفران. طيب 1 هو طهو الأطعمة المختلفة في الأفران، في الأفران بتاعتنا. 2 الإلكترونية الحديثة وتوجد في أماكن تقديم الوجبات السريعة. المقبلات أو مشهيات الطعام، إيه هي المقبلات ومشهيات الطعام دي؟ بيجي لك في الامتحان يا إما كلمة أبيتايزر يعني فواتح شهية أو مشهيات الطعام، هي أول الأطباق من اول الاطباق اللي تبدا بها قائمه الطعام. يعني لازم القائمه عندي او المنيو عندي ينزل فيه ايه مشروبات او شرب، بعد كده سلطات، تمام، بعد كده ايه السناكس بتاعي زي مثلا سبرينج رول، الحاجات اللي هي ايه الكانبيهات، تبقى ايه دي اسمها فواتح شهيه. انواع المقبلات او المشهيات، ايه هي انواعها بقى؟ متبل بالطحين، حلقات البصل المقليه، الباذنجان بالجبن، محشي ورق عنب، فطاير الربيع. طيب نتكلم عن أنواع الحساء، أهمية الحساء في الوجبة، يقدم كفاتح للشهية ومنشط للعصارات. يعني هو أنا بيجهز لي بيساعد لي الجهاز الهضمي عندي إن هو إيه يهضم الأكل بتاعي اللي هو جاي عليا تاني حاجة بعد الشرب على طول، عشان بقى في إيه ناس ما بتقدرش تعمل هضم سريع، فالشوربة دي بتساعدهم على إيه على الموضوع ده. 2 يقدم كجزء من وجبة خفيفة، يعني ممكن إيه ان احنا لو طلبناه بيسهل لي موضوع الهضم. تاني حاجه ان انا ممكن اكون خدت نص الوجبه بتاعتي لو خفيفه ومش عايز اضغط على نفسي قبل النوم او حاجه. 3 يقدم كملطف ومنعش اذا قدم مثلجا، يعني لو جه ساقع او بارد بيعمل لي ايه عمليه انعاش للجسم نفسه. 4 يقدم كاساس لقائمه مثل حساء العدس. طبعا كاساس ازاي؟ ان عندنا شوربه العدس اي شوربه في العالم نسبه السعرات الحراريه بتاعتها حوالي 35 ل 40 45 ميكسيموم سعرات حرارية، لكن عند العدس 145 سعرة حراري، فبيقدم كإيه كوجبة أساسية أو نص وجبة أساسية. شروط الحساء الجيد بقى، 1 يقدم ساخنا تماما أو باردا مثلجا، يا إما سخن تمام جامد جدا أو بارد مثلجا. 2 تكون النكهة واضحة ومميزة، يعني يكون إيه التيست بتاع لو فراخ يكون تيست الفراخ غالب جدا على البولة او الشوربة اللي انا بشربها وواضح فيها. يكون قوامه صحيحا سواء كان خفيفا او ايه مسخن او سميك. 4 يكون خاليا من الدسم الذي يطفو على السطح. لازم أن يكون ايه قبل ما ننزل البولة للعميل لازم أن نكون مصفين الوش بتاعها، ما يكونش فيه ايه رواسب او تكتلات على ايه على وجه الشوربة من فوق. 5 تجنب زيادة الملح والتوابل. بعد كده هنتكلم عن القيمة الغذائية للحساء، كل بولة أو شوربة عندنا بتعمل قد إيه سعر حراري.
عندنا الحساء الخفيف مثل مرق اللحم او الطيور، ويعطي الفنجان منه ايه، الفنجان هنا يقصد بفنجان ان هو بولة الشوربة نفسها اللي بيخدم فيها ايه الشوربة، 30 سعر حراري. يبقى الشوربة هنا بتديني كام؟ اللي هي الخفيفة، المرقة الخفيفة 30 سعر حراري، وتبقى بالشكل الجميل بتاعنا ده كده. لو الحساء الخفيف مثل مرق اللحم او الطيور، ده عندنا شوربة الدجاج مقدمة في بولة وعليها جرنش بقدونس، وبتخدم ببولة ايه شوربة. بعد كده عندنا اتنين، الحساء السميك مثل العدس، ويعطي الفنجال منه 145 سعر حراري، وده اللي احنا قلنا عليه ان السعر بتاعه الحراري بيوصل لكام، ل 145 ايه سعر حراري. وده الشكل بتاعنا بتاع العدس الجميل، ومحطوط جنبيه ايه، مخدوم جنبيه جرنش بقدونس وعيش محمر او محمص. الحساء السميك مثل العدس. نيجي لتلاتة، الحساء المسخن يضاف له اللبن ايه والفنجال منه 80 سعر حراري. يبقى احنا عندنا الحاجات الشوربه اللي بيضاف عليها كريمه او لبن بتوصل لكام سعر حراري، ل 80 سعر حراري، وتبقى المنظر بتاعنا الجميل ده كده زي شوربه الفراخ بالايه بالكريمه. الحساء المسخن يضاف له ايه اللبن. نيجي رقم أربعة، الحساء يكون خاليا من الدسم الذي يطفو على السطح. لازم نكون صفينا ايه اي تكتلات على ايه سطح الشوربه بتاعتنا او السوب بتاعنا من فوق، عشان ما يبقاش شكلها وحش للعميل او تعمل له احتقان في الزور وهو بيشرب. ده الحساء يكون خاليا من الدسم، ما يكونش عليه ايه اي نسبه رواسب او تكتلات فوق على شكل الطبق بتاعي من فوق. خمسة، تجنب زيادة الملح والتوابل. ما ينفعش خالص ان انا احط ملح او فلفل او ازود من عندي في المطبخ على الشوربه بتاعتي. لازم العميل هو قدامه سولد اند بيبر او ملح وفلفل، هو بيزود على حسب الرغبه بتاعته زي ما هو عايز من على الترابيزه. القيمه الغذائيه للحساء، قلنا القوام والقيمه الغذائيه. واحد، الحساء الخفيف مثل ايه اللحوم بيديني 30 سعر حراري، والعدس بيديني 145، ده 80. مثال على انواع الشرب، اول حاجه شوربه البصل، وده الشكل بتاعنا بتاع شوربه البصل بتاعتنا بيطلع بالشكل الجمالي ده. وشوربه البصل من انواع الشورب اللي هي ما انقرضتش على مدار السنين الجميل اللي فاتت دي كلها، لكن عشان تستها جميل وبيخدم معاها العيش من فوق وصحيه غذائيه جدا للجسم، ففضلت مكمله معانا. بعد كده شوربه المشروم، ودي معموله شوربه مشروم ويس كريم محطوط عليها كريم. وعندنا شوربه العدس، دي شوربه العدس بتاعتنا. نتكلم بقى عن انواع الصلصات الاساسيه ومشتقاتها. الصلصات عندنا ليها انواع كتيره جدا، ومشتقاتها ليها ايه برضو انواع اكتر. الصلصات الساخنه والبارده مثل صلصه الطماطم، طبعا صلصه الطماطم دي احنا ما بنستغناش عنها خالص على المكرونات والبيتزا والحاجات اللي احنا ايه بنستخدمها في المطبخ. ثلاثة، الصلصات البارده مثل الصلصه ايه الحر، الهوت صوص اللي احنا متعودين عليه في المطاعم العاديه بتاعتنا ومطاعم الكشري بتاعتنا ومطاعم الفاست فود والخمس نجوم. لازم يكون عندي ايه هوت صوص، يا اما في ازاز يا اما في بوله زي ما احنا شايفين كده مقدم قدامنا جنب فطاير الربيع اللي هي بالجمبري. العميل بياخد الايه القطعه بتاعته بينزلها في الايه في الهوت صوص عشان يحل التيست بتاعها شويه ويطريها شويه. المواد الاساسيه للصلصه ايه بقى، الحاجات اللي تتحط اساسيه في الصلصه زي المواد الدهنيه زي الزيت والسمنه والزبده، زي قدامنا كده ما احنا شايفين الزبده الصفرة والزبدة البيضة، والزيت بتاعنا زيت زيتون الجميل بتاعنا اهو، تمام، وزيت الذرة بتاعتنا. طيب اتنين، السائل او البيون زائد ماء او لبن. يبقى احنا ممكن في السائل نستخدم ايه، بيون او ماء او لبن. طب الطبق اللي قدامنا ده عبارة عن بيون، بيعملوا الشيف في اول الشيفت بيجهزه عشان بيحط فيه الخضار واللحمة والسوتيه، بحيث ان هم لما يجي يعمل اطباق يكون عنده ايه البيون ده جاهز، ياخد منه لوش او كبش على طول وينزله في الحله بتاعته او الجزء اللي هو هيطبخ فيه، ويبتدي ايه عشان يديله تيست جميل كده زي شوربه الخضار بتاعتنا اللي احنا بنجيبها مغلفه ونحطها في قلب الايه الخضار واحنا بنشتغل. لكن الشيف هنا بيشتغل من حاجات طبيعيه، لازم يكون عاملها الصبح مجهزها وبياخد منها لوش يزود بيها على الاكل ايه او الاطباق بتاعته. ثلاثة، انواع التوابل. طيب انواع التوابل دي بقى هي ايه، زي السماك، عندنا زي السماك كده، والكاري والسكر، الكمون، الفلفل، راس الحانوت، النعناع، الزعفران، الكزبره، الملح، الهيل، المرمري، الكركم، الزعتر، الشطه، الحلبة. يبقى دي الحاجات اللي احنا شغالين بيها فين؟ في قسم المطبخ او جزء منها. نتكلم عن انواع او المواد المستخدمه للصلصات زي النشا، الدقيق، الكريمه، اصفر البيض. مواصفات الصلصه الجيده، واحد، تكون خاليه من الكتل
وطعمها مماثل للنكهه. يعني لازم من اول حاجه نكون مصفينها من ايه، من الكتل اللي على الوش بتاعتها. اتنين، طعمها يكون مماثل للنكهه، ودي قلناها قبل كده، لازم يكون ايه تيست، لو هي شوربه فراخ تيست الفراخ يكون غالب على ايه، على الطعم بتاعها اكتر من ايه، من اي حاجه تانية. تلاتة، السمك او السمك مناسب للاستعمال، لون الصلصه مناسب. يعني ايه السمك مناسب للاستعمال؟ يعني لو انا عندي شوربه كريمه ما ينفعش ان هي تبقى خفيفه، او المرقه بتاعتها او الشوربه بتاعتها تكون خفيفه، لازم أن يكون الدريسنج بتاعها او الصوص بتاعها يكون ايه، لزج شويه. طيب اربعه، لون الصلصه يكون مناسب، ما يكونش انا عامل صوص مشروم او صوص باربيكيو مثلا لونه بني ويطلع بلون ايه الابيض، كده ايه في غلط في الطبق بتاعي. صفات الصلصات الجيده، واحد، تعمل على تحسين نكهه الطعام، يبقى اول حاجه بتحسن لي ايه طعم الطعام. اتنين، تعمل على تحسين وتجميل شكل الصنف، بتحسن لي من شكل ايه الصنف اللي نازل قدامي على الترابيزة. تلاتة، تعطي للصنف ليونة وطراوة. يعني ايه تعطي له ليونة وطراوة؟ يعني لما حتة الستيك بتنزل بتبقى ايه محمرة او حاجة بتبقى ناشفة في الطبق، هو بينزل عليها الصوص بيخليها تطرى شوية عشان العميل يقدر ياكلها. اربعة، تزيد من القيمة الغذائية، يعني كمان بتزود من القيمة الغذائية ايه للطبق اللي انا بقدمه. خمسة، تساعد على فتح الشهية. الصلصات البيضة، نتكلم بقى عن الصلصة البيضة، بتتكون من ايه؟ من زبدة وتوم وحليب وكريمة وتوابل إيطالية، كل أنواع الجبن وكل أنواع ايه الجبن. ده الشكل بتاعها اهو، الصلصة البيضة بنستخدمها على المكرونة شريدت، هي أكثر أنواع صلصات استعمالا مثل المكرونة الخضرة والأطباق الحلوة وقرع العسل. طب الصلصات البنية زي ايه؟ الصلصة البنية زي الباربيكيو اللي احنا قلنا عليه، وتقدم مع اللحوم والطيور والسوتيه. أنواع مختلفة من الصلصات، صلصة البشاميل مكوناتها إيه؟ سمن، دقيق، لبن، بيض، توابل بالمعيار، تمام؟ وهنا برضو ما نزودش الملح إيه زيادة أو السبايسي زيادة في البشاميل بتاعنا، لازم العميل هو اللي يحط إيه من عنده على الترابيزة الحاجة بتاعته. الباربيكيو، كاتشب وتوم مفروم وسكر بني وخل تفاح وماء وصويا صوص وخل ابيض وبودره ومستردة. طبعا هنا الحاجه اللي لفتت نظرنا شويه الصويا صوص، وهنتكلم عنه ايه الحلقه الجايه. انواع البيض واستعمالاته في طرق التهي المختلفه، القيمه الغذائيه للبيض، يحتوي البيض على بروتينات حيوانيه تتضمن الدهون والفيتامينات والمعادن الضروريه. بعض الخصائص الوظيفيه للبيض، واحد، قدرته على التجمد عند التعرض للحراره وتصنيع الكيك. ده الشكل بتاعنا اهو، لما البيض اتوضع فيها بقت عجينه وبعد كده اتحط في الفرن، ساعد على ايه انها العجينه بتاعتي تنشب وتعمل ايه تجمد داخل الكيكه وتطلع لي بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. وضع صفار البيض على العجائن يساعد على الاستحلاب الذي يؤهله لتحضير الصلصات مثل صوص الكراميل. ده شكل الكراميل بتاعنا. بعد كده قدرته على لصق الاشياء، وهنا لو نلاحظ ان احنا جايبين جزء من العجين بتاعنا وحاطين عليه اللحمه المفرومه، وفي النص قبل ما نحط اللحمه المفرومه حاطين ايه طبقه بيض عشان يلزق. ولو نلاحظ برضو في البيت عندنا ان ماما لما تيجي تعمل الاكل بتاعنا مثلا سواء كبده او حاجه في ليه، بتحطه في البيض الاول بعد كده بتحطه ايه في الرده بعد كده بتنزلها ايه في الزيت، يبقى البيض بيعمل ايه هنا، بيلزق لي الاشياء اللي انا بكون ايه عايز اضيفها على الماده الغذائيه بتاعتي. اربعه، اعطاء اللون الاصفر واللمعان لبعض الاغذيه. طبعا احنا بنشوف كتير في بعض الاحيان ان احنا بيكون في ايد الخباز فرشه وبيدهن بيها وش العجائن بتاعته، او حاجه زي صينيه البشاميل اللي قدامنا كده، عاملين ايه طبقه بيض عليها على الوش واديت لنا التيست بتاعنا او الشكل بتاعنا الجميل ده. انواع البيض الذي يجري استخدامه في الطهي، البيض البلدي، البيض الابيض، والبيض البني، وبيض الاوز، وبيض الناعم. يعني كل انواع البيض اللي احنا بنعرفها في السوق هي دي اللي ايه بنستخدمها. تتنوع طرق طهي البيض في الفنادق، واحد، الغلي لإنتاج البيض المسلوق، اتنين، إنتاج الأومليت ضرب البيض وإضافة الخضر المختلفة، تلاتة، المزج، مزج صفار البيض مع الزيت والخل لإنتاج المايونيز، أربعة، الطهي على البخار. استعمالات البيض في الطهي، رقم واحد، يستعمل مع البقول ليزيد من القيمة الغذائية. طبعا عندي هنا في البريك فاست او الاورينتال بريكفاست بيجي عندي العميل احيانا يقول لي انا عايز عندي حاجه يكون عاليه القيمه الغذائيه بتاعتي على الفطار، فاقول له يا فندم طب تحب اضيف لك بيض على الفول مثلا، يقول لي طب تمام، فبضطر ان انا ايه بجيب بيض وبضيفه له بنفس المنظر اللي احنا شفناه من شويه
على ايه؟ على الطبق بتاعه. ده كده زود له من السعر الحراري او القيمه الغذائيه بتاعت الطبق اللي هو بياكله. طيب نيجي بعد كده لرقم 2، يقدم في قوائم الافطار، وده عندي برضو في البريكفاست بتاعي او الاورينتال بريكفاست. البيض بتاعي بيطلع بالشكل الجميل ده كده، فبقدونس تمام، وعندي حمص اهو، ومديله جارنش بتاعه ومنزله في طبق عشان الناس تفطر بيه او يكون عامل اساسي في البيض في الوجبه بتاعتي. 3، يستخدم كماده رابطه في بعض الاصناف مثل البسكويت والحلويات الشرقيه والبيض. وهنا لو نلاحظ ان الشيف ايه بيعمل ايه، بيعجن مانيوال او ايده تمام، جايب العجانه تمام، وبيحط البيض على العجين وبيخليه ايه مزج ببعضه عشان يكون ايه، يبقى ماده رافعه من انواع الايه، المواد الرافعه في العجينه بتاعتي. 4، يستعمل في التغطيه لانواع الطيور واللحوم، زي ما احنا قلنا في مارينيه بنعمله او صوص بنعمله وبنغطي بيه وش الفراخ بتاعتنا زي بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده، عشان يتم تحميرها وتنزل بمنظر ايه جميل. 5، يعمل كماده او يعمل كماده رافعه في العجائن، ان احنا لو حطيناها في العجين بتاعنا ايه اللي بيحصل، ان هو بيتم زي ما قلنا قبل كده بيتجمد وبينفش عشان ايه، يديني المنظر بتاعي اللي انا محتاجه. 6، يستعمل كتلميع للمخبوزات، قلنا هنا الخباز بيجيب فرشة وبيدهن قبل ما تخش الصاج بتاع الفرن بتاعتها، بيدهن وش البتيء او الشيء المراد دهنه تمام، وبيطلع بالمنظر الجميل بتاعنا ده لما يتعرض للحرارة. البيض المسلوق، يسلق البيض حوالي 4 دقائق مع وضع قليل من الملح حتى لا يتشقق اثناء السلق. لما يجي يقول لك نوعية السلق ايه او شكل السلق ايه او اذكر السلق البيض، هتقول له هو بتسلق في 4 دقائق تمام، او وضع شوية من الملح في الماء الايه المغلي. 2، لا تكثر من سلق البيض حتى لا يكون طعمه ايه ناشفا. لو البيض قعد اكتر من 4 دقائق تمام، وصل ل5 او 6 دقائق، بيبقى طعمه ايه ناشف ومش مستحب. 3، بعد السلق يغسل بالماء البارد ويفرك لسهولة ايه التقشير. اطباق مختلفة من البيض، اومليت بالجبنة الموتزاريلا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الشيف عامل الجبنة الموتزاريلا وحاطط جنبيها ايه مشروم، وعامل لها جرنش بتاعها جرجير وطماطم من السلايزات اللي احنا شايفينها على ايه على الطبق ده. واومليت بالجبنه السائله، هنا جايبين ايه جبنه سائله وحاطينها على ايه على الاومليت بتاعنا من فوق. العجائن وطرق طهيها، المواد الاساسيه الداخله في تكوين العجائن نحفظها كويس، الدقيق، المواد الرافعه، المواد الدهنيه، البيض، السوائل، السكر. وده شكل العجينه اللي ايه بيتم طبخها عندنا في المطبخ. أولا الدقيق، ينتج من حبوب القمح والذرة والصويا، هنتكلم عن كل واحدة على حدة دلوقتي. طيب دقيق القمح، ده دقيق القمح بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في كل الأكلات بتاعتنا. دقيق الذرة والصويا، لو نلاحظ إن هنا على اليمين في دقيق الذرة أو شكل الذرة بتاعتنا ومتبشرة تمام ومطحونة، وفي على الشمال إيه الصويا صوص بتاعتنا أو فول الصويا اللي هو بيتعمل منه إيه زيت الصويا. طيب الغلاف الخارجي بقى بتاع العجين بيبقى شكله ايه؟ يتكون من الياف واملاح معدنيه وفيتامينات. طيب الجنين داخل العجينه نفسها يتكون من بروتين واملاح معدنيه وفيتامينات ودهون. طب الاندوسبيرم اللي هو القوام بتاع العجينه يتكون من نشا ونسبه من ايه؟ البروتين. انواع الدقيق، الدقيق الكامل او الاسمر ده مرتفع القيمه الغذائيه اللي هو بنسميه رقم 0 او 1 في السوق. بيبقى الشكل بتاعه ده كده، ده الدقيق الاسمر اللي هو ايه الكوليسترول فيه عالي جدا ومش مستحب عند بعض الناس. لو انت عملته بيكري او في فرن في الشارع او في المنطقه او في اي مكان وعديت تاخد فينو او بتاخد فينو بالشكل الاسمر ده مش هتشتريه، انت بتشتري الابيض اللي انت ايه متعارف عليه اهو والشرح بتاعه. ولكنه لا يستخدم في المواد الغذائيه بكثره لاسباب الاتيه: 1، عدم تقبل الناس اللون البني، يعني ناس كتيرة ما تحبش اللون البني في الايه في العيش بتاعها. 2، ارتفاع نسبة النخالة، يعني ايه النخالة؟ اللي هي الردة، بينزل منه نسبة ردة كتير وده بايه بيساعد على تهدير الكوست بتاعي. 3، عرضته للتزنخ لارتفاع المواد الدهنية، طبعا هو فيه كوليسترول عالي جدا فده بيعرضه ان هو ايه يتزنخ. الدقيق الابيض ويفضل عن سابقه ايه لاسباب الاتية، ده اللي احنا بنشتغل بيه: 1، اقل في النخالة، يعني ما بيفرضش عليا كمية ايه كوست كبيرة او بيهدر معايا ايه كمية كبيرة من ايه الردة بتاعتي. 2، اكثر نقاء، بيبقى ابيض جدا. 3، اقل في الدهن او الدهن بتاعه الكوليسترول، يعني الدقيق الفاخر
نوع من الدقيق الأبيض، ويتميز أنه أكثر نعومة وطراوة. الدقيق ذات التخمر مضاف إليه بيكنج باودر، ويستخدم للعجائن والبسكوت، بيطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. دقيق الكيك لعمل الكيك ونسبة البروتين منخفضة، وهو أكثر خفة وطراوة ومطاطية من السابق. دقيق الفطير أو الفطائر نسبة البروتين فيه إيه؟ بتبقى عالية جدا، وده بنستخدم منه الدقيق اللي هو إحنا إيه قلنا له في الأول خالص، اللي هو الدقيق الأسمر. دقيق لجميع الاستعمالات، وهو خليط بين الدقيق إيه مرتفع البروتين ومنخفض البروتين. يعني هو عشان يشغل نفسه في المطاعم التجارية بيحط من الدقيق المرتفع اللي هو الغالي، والدقيق اللي هو إيه منخفض السعر زي منخفض الإيه البروتين، عشان يقدر يواكب السوق. تمام، زي الناس اللي شغاله في البيكري برضو في المحلات ما تقدرش تحط السمنه البلدي بتاعتها الكامله، بيحط نسبه منها ويحط باقي ايه مواد دهنيه عاديه. فوائد الدقيق للمخبوزات: 1 نشا الدقيق الخارجي يعطي اللون البني المطلوب. 2 مسؤول عن تكوين هيكل العجين. 3 يعطي النكهه للعجائن. ثانيا المواد الرافعه. ايه هي بقى المواد الرافعه؟ هو إدخال الغاز الذي يعمل على رفع العجائن وزيادة حجم الخبز. يعني إيه؟ إحنا هنا من غير الفرن بتاعنا وتعريض الحرارة للعجين بتاعنا مش هينفع نوصل للمستوى بتاع الشب أو قوام العجينة، إن هي تبقى رغيف فينو أو رغيف توست أو شباتة أو أي نوع من أنواع الخبز. تمام، إذا دخلت النار، النار بتتفاعل مع العجين فبتخليها إيه؟ تنفش شوية أو تاخد القوام بتاعها المعروف. أنواع المواد الرافعة: طيب، مواد رافعة طبيعية، مواد رافعة حيوية، مواد رافعة ايه كيميائية. عندك المواد الرافعة الطبيعية زي الايه زي الهواء وبخار الماء. طب الهواء بيتم يدخله ازاي للعجين؟ وانا بقلب العجين بيخش الهواء يتخلل فين؟ للعجين بتاعي. يبقى كده ايه خدمني في ان هو في مادة الهواء بتاعي دخلل ايه العجينة بتاعتي جوه المادة. طب بخار المية لما بسوي بقى بالبخار في جوه الاناء بتاعي بتوصل لها ايه المادة الرافعة بتاعتها الى البخار، بيرفعها لي شوية. الهواء يتخلل في العجين عن طريق ايه؟ من خلال النخل والعجن. 1 نخل المقادير الجافة لدخول الهواء، زي ما واضح قدامنا في الصورة كده، احنا هنا بننخل الدقيق فبيتخلل جواه ايه؟ نسب الهواء عشان ايه؟ يرتفع. 2 فرك المادة الدهنية مع الدقيق، يعني زي ما احنا شايفين كده الصورة على الشمال، هنا الشيف بتاعنا جايب الزبدة وحاططها على الدقيق وبيتم فركها بالعجانه بتاعتنا. الجزء على اليمين تم فرك الايه الحاجه دي، فطبعا دخلت ايه حبيبات هواء، نلاحظ ان هي مفروكه شويه ففي ايه حبيبات هواء دخلت ايه وسط العجين. 3 دعك المقادير او الماده الدهنيه في ايه السكر، دي العجانه بتاعتنا اللي دهنت ايه العجين بتاعنا بالسكر. 4 ضرب البيض بالسكر، ده قدامنا المنظر اهو. لو نلاحظ ان في كميه رغاوي او فوم ظاهر في ضرب البيض، ده عبارة عن ايه؟ فقاقيع هواء بتساعد على رفع ايه المادة الدهنية بتاعتي او المادة اللي انا ايه مراد تسخينتها. بخار الماء، الماء الذي يتحول الى بخار يعمل على ايه رفع العجينة. 2 المواد الرافعة حيوية، منها 1 خميرة بيرة او الخميرة الطازجة من نبات فطري. 2 خميرة جافة على هيئة بلورات في اكياس وتنمو في ايه وجود سكر وماء دافئ، ومنها خميرة جافة زي ما احنا شايفين في الصورة على ايدينا اليمين. تمام، وخميرة جافة ايه سريعة. صفات الخميرة الجافة بقى: ملساء، متماسكة، لونها فاتح، رائحتها ايه مقبولة. 3 المواد الرافعة الكيميائية، زي ايه الكيميائية احنا سميناها كيميائية لان داخل فيها ايه مصنع او مصانع بصناعة، زي البيكنج باودر، بيكربونات النشادر، كربونات ايه الصوديوم. كيفية اختبار صلاحية المواد الرافعة: 1 الخميرة، إضافة قليل من السكر إلى قطعة صغيرة ثم ماء دافئ والتقليب حتى ظهور فقاعات على السطح فتكون نمت الخميرة فهي صالحة. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا بنجيب قطعة من الخميرة قطعة من الخميرة وشوية أو معلقة سكر بسيطة، تمام، وبيتم وضعهم في إناء دافئ وبيتم تقليبته. لو اتفاعل وطلع على وش الجلاس او الكوبايه من فوق يبقى كده عندي الخميره بتاعتي ايه دي صالحه.
طب لو مش صالحه هتفضل ثابته مكانها ومش هتتفاعل. نفس الكلام برضو بالبيكنج البيكنج باودر بتاعنا، والكلام ده كله احنا بنعمله تيست ليه او بنشوفه ليه قبل من عشان ما نعملش عجاين كبيره جدا او كميات كبيره جدا للمطعم بتاعنا او او الفندق بتاعنا، ونفوجئ ان الحاجه بتاعتنا باظت وما وصلتش للتيست بتاعها او ما نفشتش او ما عملتش ايه اللون بتاعنا الطبيعي. فلازم نعمل تيست الاول للبيكنج باودر والنشا بتاعتي قبل ما اشتغل. البيكنج باودر نفس القصه برضو، بنضيفه الميه ومعاه بيكنج باودر ونسبه سكر، ونشوف لو اتفاعل مع الحاجه وطلع على الوش يبقى كده ايه صالح، لو ما طلعش يبقى كده ايه ما اتفاعلش يبقى كده مش شغال. طيب نبص كده على البيكنج باودر، اضافه قليل من البيكنج باودر في قليل من الماء الساخن، اذا لوحظ فوران اذا فور يعني تفاعل يبقى كده سليم، لكن لو ما اتفاعلش خالص يبقى مش ايه مش سليم. ثالثا المواد الدهنيه، مصادر المواد الدهنيه ايه؟ واحد دهون دهنيه او طبيعيه زي الزبده الزيت السمن. اتنين دهون صناعيه مثل ايه الزبده الصناعيه. ثلاثة فوائد الدهون من العجائن. نتفرج على الشكل بتاعنا كده، دي انواع ايه الصلصات الحلوه بتاعتنا. اتنين تعمل على اذابه المواد العطريه. ثلاثة تساعد على نعومه وليونه المخبوزات. أربعة تساعد على إعطاء اللون الذهبي زي ما احنا قلنا كده إيه بندهن بالفرشة فوق بتدينا اللون الذهبي بتاعنا اللي احنا إيه شايفينه ده. رابعا البيض واستعمالاته، يستعمل في جميع أنواع العجائن. اتنين يزيد من القيمة الغذائية. ثلاثة تستعمل البيضة كاملة أو يفصل الصفار، يعني ممكن تستخدم البيضة كلها تمام أو تستخدم الصفار مثلا زي المايونيز. أربعة يكسب المخبوزات اللون الذهبي، بيدينا اللون ايه الذهبي للايه للعيش بتاعنا. خمسة يعمل كمادة رافعة لدخول الهواء، بيخلي الكيكة بتاعتنا تنفش زي ما احنا قلنا وتعمل ايه صلابة جوه العجينة نفسها. رابعا السوائل المستعملة في العجائن زي ايه الماء اللبن عصير الفاكهة اللبن الزبادي. فوائد السوائل في العجائن المختلفة، واحد ضرورية لتكوين الجيلاتين. اتنين السائل يذيب جميع الخامات الجافة. تلاتة جزء يتبخر ويعمل على رفع ايه المخبوزات، وده اللي احنا قلنا ايه البخار عامل اساسي في رفع ايه المادة الغذائية بتاعتنا. فوائد السوائل، واحد ضرورة تكوين الجيلاتين. سادسا السكر، يحتوي على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة. انواع سكر مبلور اللي هو سنترافيش اللي احنا بنشتغل بيه العادي، وبودرة اللي احنا بنحطه على الكحك. اتنين اللي هو البني. تلاتة اللي هو البني سكر البني. انواع العجائن، في التاكو العربي زي ما احنا شايفين كده زي العيش السوري، ودي اشكاله دي الساندوتش بتاعه سواء مملح تمام او حاجة تانية زي بيستخدموه في الصين او اكلات عندنا هنا في المطاعم الصينية بتاعتنا اللي هي زي الجيوزة، بيحطوا جواها ايه لحوم او جمبري او فيجيتابل او خضار تمام. وهنا بيخدم الطبق، لو نلاحظ ان هو حتى عشان تعرف ان هو مطعم صيني او مطعم اسيوي حاطط لك هنا حاجه اسمها ايه الشوب ستيكس في عصايتين اهم اللي هو بيتخدم بيهم، اللي هم حاجه اسمها ايه الشوب ستيكس العصايتين الخدمه بتاعت الايه الاكلات الصينيه. طيب عندي فطير زبده الفول السوداني، دي زبده الفول السوداني احنا ايه بنستخدمها عندي في الايه في الاكلات. وفي عندي ساندوتش زبده الفول السوداني مع المارشميلو. اعداد السلطات وانواع الدريسنج المختلفه للسلطه، ايه هو الدريسنج؟ احنا قلنا الدريسنج ده اللي هو الصوص اللي بينتج من ايه ناتج ضرب الخضروات او الفواكه مع بعضيها فبينزل صوص تحت، الصوص اللي بينزل تحت في اخر الاناء ده اسمه ايه دريسنج. فاتح الشهيه زي التوميه، دي التوميه بتاعتنا اهي احنا بنحطها جنب الاطباق بتاعتنا سواء فراخ او لحوم عشان ايه كفاتح شهيه للوجبه بتاعتنا. اتنين ملطف فعال للمعده، طبعا انا باكل السلطه بتاعتي جنب الاكل بتاعي بتعمل ايه بتلطف لي المعده شويه وبتهدي لي نظام الهضم بتاعي. ثلاثة غنيه بالمواد الغذائيه. أربعة اهميتها لحاجه الجسم، وهنا لو نلاحظ الصوره بتاعتنا دي ان هنا عامل السلطه الخضراء بس مقطعها قطع كبيره. طب ليه مقطعها قطع كبيره؟ عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها، ودي معلومه مهمه جدا عندك في سنه تانية لازم تكون ايه عارفها. خمسة تساعد على هضم الطعام زي الطحينة كده. الخضروات التي تدخل في إعداد السلطة ما يلي: واحد الخيار
الطماطم، البصل، الجزر الأصفر، الجرجير، البقدونس، الفلفل، الخس، البنجر، الفلفل الأحمر. لازم الكلام ده يكون إيه؟ عارفينه وحافظينه كويس، لأن إحنا خلاص وصلنا سنة تانية وتخصصنا في المادة بتاعة المطبخ، فلازم إيه؟ يكون معانا الإنجريديان بتاع كل طبق وإزاي بيشتغل عليه. طيب تتبيل السلطات، أدي المايونيز بتاعنا زائد روح ليمون زائد روح النعناع أو النعناع زائد الكريمة، دي الكريمة بتاعتنا بناخد معلقة واحدة بس لو بنعمل سلطة، ما بنكترش فيها عشان ما التست بتاعها ما يبقاش إيه وحش. طيب المستردة، الخل، الثوم، البصل، زيت الزيتون. شروط إعداد طبق السلطة، يجب استعمال سكين حاد غير قابل للصدأ. طبعا ناخد بالنا هنا ان الشيف عامل ايه، جايب ايده او سن ضوافره مع اول السكينه، ما ينفعش ان احنا نكون ماسكين السكينه بايدينا بالمنظر ده كده مثلا، تمام، ونقطع، لان احنا كده هنقطع على ايه، على ايدينا، لكن هنا الشيف عامل ايده كده وبيقطع ايه على سن ضوافره عشان ما يقطعش اصابعه وهو شغال، لان السكينه بتاعت التقطيع بتاعت الخضروات بتكون حاده جدا، فلازم أن اكون واخد بالي من النقطه دي وانا بقطع، ويكون الشيف عندك مدربك على الكلام ده. طيب اتنين، يجب غسيل الخضروات جيدا ونقعها في ماء وخل وملح. ثلاثة، تقطيع الخضروات إلى أجزاء كبيرة حتى لا تفقد جزء من قيمتها الغذائية. فاحنا عندنا هنا لو نقطع السلطة أو الخضار بتاعنا لازم نكون منقطعه إيه، قطع كبيرة، عشان ما يفقدش القيمة الغذائية بتاعته. أربعة، يجب تتبيل السلطات أو السلطة قبل التقديم مباشرة. ما ينفعش إن احنا نكون عاملين السلطة قبليها بساعتين ثلاثة وحاطين عليها التوابل بتاعتنا والملح والخل والليمون والكلام ده كله، لازم قبل الخدمة بتاعتها ب 10 دقايق أو 5 دقايق بيتم إيه تتبيل، عشان التست بتاعها ما يروحش والقيمة الغذائية إيه ما تروحش. النقاط الواجب مراعاتها عند عمل إيه طبق السلطة، واحد، يجب أن تكون ألوان السلطة متجانسة. اتنين، يجب تجفيف الخضروات أو الفاكهة بعد الغسيل وتحفظ في الثلاجة. ثلاثة، الخضر شديدة الصلابة يجب أن تبشر أو تفري، زي إيه؟ زي الجزر. الجزر عندنا إيه؟ الصلابة بتاعته قوية جدا، فينفعش إن احنا نقطعه في قطع تكون كبيرة في السلطة بتاعتنا، فلازم نبشره وننزله على إيه؟ على السلطة. أطباق مختلفة من السلطات، عندك سلطة مشوية، ده شكل السلطة المشوية بتاعتنا، والشيف هنا عامل جرنش بقدونس على إيه؟ على وش السلطة. عندنا سلطة تفاح، في سلطة تفاح العادية بتاعتنا، تمام، محطوط عليها كاجو، وفي سلطة ايه تفاح، تمام، بالايه بالدجاج اللي هي على شمالنا، تمام، زي عندنا سلطات كده، في سلطة سيزر سلط، تمام، وفي سيزر سلط بايه ويز مشروم او ويز فراخ، تمام، اللي هو الخاص، سلطة الخاص اسمها سيزر سلط، وبيتحط عليها ايه فراخ تبقى سيزر سلط ويز ايه ويز شيكن. عندنا سلطة المكرونة، ادي سلطة المكرونة بتاعتنا بالمنظر الجميل ده، وادي سلطة الجمبري شيرين بالسلط. نخش بعد كده على قسم الحلويات الشرقية، هي أطباق مستحبة عند الكثيرين لأنها إيه تتميز بوجود نسبة كبيرة من المواد الدهنية أو السكرية. طيب أصناف الحلويات الشرقية، بسبوسة بالبندق، ده شكل البسبوسة بالبندق بتاعتنا اللي بتطلع من المطبخ عندنا، بسكويت الكيك، البقلاوة، طبعا البقلاوة مش معنى كلمة بقلاوة اللي هو الجزء على اليمين ده، ممكن يطلع منها بقلاوة جلاش اللي احنا شايفينها على شمالنا دي، دي اسمها برضو إيه بقلاوة، تمام. بعد كده هنتكلم عن انواع الطهي المختلفه في المطبخ، وهنتكلم على الشيف العمومي بتاعنا ومسؤولياته، وهنتكلم عن مساعد الشيف العمومي ومسؤولياته، وعن الخصائص او الجوب ديسكريبشن المفروض كل واحد فيهم موكل اليه الحاجات دي، وانواع التقطيعات المختلفه. طبعا احنا عندنا في وصلنا لسنه تانيه، فلازم نكون عارفين انواع التقطيعات المختلفه زي اليوس والبيان والكاريه، حوالي 6 أو 5 أنواع تقطيعات، وعندي أنواع العجاين، وعندي أنواع البيض واستخداماته وفوائده، وعندي أنواع الصلصات والشرب، وعندي العجاين، لازم أعرف كل الكلام ده وأقوم ملم إيه بيه. بس نمسك نقطة نقطة ونتكلم أول حاجة عن الشيف العمومي والجوب ديسكريبشن بتاعه، إن هو لازم يكون مختص بعمل جداول تشغيل العاملين، يكون مختص بتدريب العمالة، يكون يعمل قوائم طعام، يكون يقدر يعمل ان هو يحسب الرسبي او التكلفة بتاعة المطعم بتاعه او الاطباق بتاعته،
سواء فيها نسبة خسارة أو نسبة إيه مكسب، أو يقدر يكفر بحاجة تانية أو يعمل إيه ريسبيس أو حاجة تانية. طب مساعد الشيف العمومي بيعمل نفس الحاجات بتاعته بس ما بيحطش الجدول، هو بيقدر يشغل الستاف، يقدر يدرب الستاف، يقدر يعينهم من بعيد، يتابع حركة التسوية للإيه للحاجات بتاعته. وعندي الشيف الايه الشيف بقى الطباخ، ما بتقالش عليه شيف عمومي او شيف او مساعد شيف، ده اسمه الطباخ. الطباخ الاول ده اللي هو بيطبخ جميع الاطباق بتاعتي وبيجهزها لي ايه للخدمه بتاعتي وبيحط الجرنش بتاعي. وعندي مساعد الطباخ ده بيتم تجهيز الخضروات بتاعته كامله او التسويات سواء لحوم او خضار او تقطيعات من خلاله هو، وتجهيز العده سواء من اطباق صيني او بول عشان نحط فيها الحاجه بتاعتنا برضو من خلال ايه مساعد الشيف. طيب عندي حاجه تانية مهمه جدا، الاستلامات او الطلبيات مين الخاص بيها؟ الشيف العمومي هو اللي بيعمل الطلبيه العموميه سواء من الموردين العموميين او الموردين بتوع الخضار، هو اللي بيطلب الطلبيه العموميه بتاعته، وبعد ما بتيجي بتتحول على السيستم، بيتم عمل كل قسم تحويل خاص من القسم بتاعه لايه للقسم اللي هو مختص بيه، بيتم توزيعه من الشيف على حسب رئيس القسم نفسه، وبيتم طلبه وبعد كده توزيعه على ايه على الاقسام من خلال ايه من خلال ورقيات او نظام الشيف ديمو اللي احنا قبل كده درسناه في الصف الاول. لازم يكون عندي المطبخ يا اما حديث بيشتغل بنظام الشيف ديمو سيستم من خلال الكمبيوتر او جهاز اللابتوب بتاعي، يا اما شغال بنظام الكلاسيكي اللي هو النظام القديم عبارة عن ورقيات، بستلم بفاتورة مشتريات وبستلم بأوردر وبعد كده بعمل تحويلات بتاعتي كلها على الأقسام بإيه بشراء بإيصال الشراء أو استلام، تمام. وبعد كده بيتم تقسيم الحاجات دي كلها من الاستوك بتاعي اليومي آخر كل وردية، يعني لازم آخر كل وردية بجيب الأوردرات بتاعتي وابتدي أجردها، أعرف مثلا عندي 15 أوردر لحمة، 20 أوردر سمك، 30 بط مثلا، ببتدي اجرد الكلام ده واشوف الاستوك عندي ايه والتكلفه بتاعتي اللي انا وصلت بيها كسبت في الاطباق دي قد ايه. كل الكلام ده بيتعمل مانيوال ورقي، لكن الشيف ديمو بي ايه بيساعد الكلام ده كله، بيخلي السيستم كله على الكمبيوتر هو اللي بيحسب له ايه الحسابات دي كلها. وقلنا ان الشيف ديمو الفرق بينه وبين المانيوال او الكلاسيكي ان الشيف ديمو الويتر بيبقى معاه جهاز زي التابلت او التليفون المحمول، بيتم اخذ الاوردر من خلاله من خلال واي فاي وبيتم عرضه على الشاشه جوه عند المطبخ، فالشيف بيوصل له على الشاشه ايه انواع الاطباق بتاعته بحيث ان هو يقدر يحضرها. لكن النظام الكلاسيكي القديم بيتم اخذ الاوردر بتاعي في ورقه او كراسه ورقيه اسمها كابتن اوردر، بيبقى فيها رقم الصنف والنسبه بتاعتي وعدد الصنف وكم واحده، فباخد الصنف بتاعي وبقطع الاوردر وبسلم اوردر للكاشير وبسلم اوردر للمطبخ بتاعي عشان ايه يعمل لي الشغل بتاعي. فبيتم تجهيز الحاجات دي ورقيا وبيتم تجميعها اخر اليوم، تمام، وتفقيطها او جردها، تمام، وجرد المخزون عندي وحساب ايه التكلفه. عندي كمان حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الشيف أو الشيف الستيور، وده بيتم متابعته من خلال ايه الشيف العمومي أو مساعد الشيف العمومي اللي هو الايه اكزيستيف شيف أو الاسيستنت اكزيستيف شيف، بيتابعه شيف الستيور ده. طب شيف الستيور ده شغله ايه عندي في المطبخ؟ بيتابع لي حركة الجدول بتاعة غسيل المعدات الشهرية والأسبوعية. أنا عندي معدات ما بتغسلش غير كل أسبوع مرة، زي العجانات الكبيرة أو الأجهزة الكبيرة عندي في المطابخ، فبتتغسل في الأسبوع مرة لأن الشغل عليها بقى صعب جدا وتقيل، فبتستخدم مرة أو مرتين في الشهر وبتتغسل مرة أو مرتين في الشهر، وبتيجي من خلال آخر كل شهر تتغسل غسلة عميقة شوية عشان إيه توصل لدرجة النظافة اللي هي إيه المواصفات العالمية بتاعتنا داخل الفندق، وكذلك الاستندات والتشيك على الأرضيات والحوائط وكل الكلام ده بيتابعه إيه الشيف العمومي. طبعا من خصائص الشيف العمومي برضو ان هو بيعمل دورة تدريبية، تمام، للامن والسلامة داخل ايه المطبخ بتاعه، فلازم أن يعرف الاستاف بتاعه بانواع الطفايات المختلفة، هو عنده انواع طفايات وعنده مواد مساعدة على الاشتعال، فلازم يكون الاستاف اللي جوه عارف ان الحرارة بتتجمع من 3 نقاط، مادة وحرارة واكسجين. بعد كده عندي 3 طفايات، عندي طفاية بودرة جافة اللي هي بتطفي ايه السوائل البترولية، وعندي طفاية المية اللي هي بتطفي المياه بتطفي الأوراق والأخشاب، وعندي طفاية ثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطفي إيه الماس الكهربي لو أنا عندي جوه في المطبخ حاجات شغالة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، تمام، دي ما بتطفاش غير بثاني أكسيد الكربون. وطبعا بيكون ليها ماسك بيتلبس على الوجه
عشان يحمي الشخص نفسه من الغاز اللي طالع، لانه غاز سام جدا ومضر جدا لايه؟ للانسان. فلازم يكون ماسك معاه بيتلبس على ايه؟ على الوش. طيب بعد كده في حاجه اسمها تجويع النيران. لو انا عايز بقى النار ما تنشبش وتمسك في جميع انحاء المطبخ بتاعي او الفندق بتاعي، لازم نعمل ايه؟ اهم حاجه عندي ان انا بطلع اي رواسب او اي اكياس قمامه وانا خارج بره المطبخ، لان النار لو لقيت حاجات زي كده بتمسك فيها بتتوالى ايه؟ النيران جنب بعضيها. فلازم انا اطلع الحاجات دي بره المطبخ، حاجه اسمها ايه؟ تجويع النيران، بجوع النيران عشان ايه؟ ما تمسكش في حاجه. تاني بقى حاجه اسمها خنق النيران او خنق النيران. يعني ايه خنق النيران؟ انا بقى عندي حريق في قسم مثلا المحفظات، ما ينفعش ان انا افضل فاتح الباب، بقفل الباب بتاعي وبكون شديد الحرص ان هو مقفول كويس، تمام؟ دي حاجه اسمها خنق النيران، بخليش النار تطلع بره الاوضه بتاعتي تمسك، او المخزن بتاعي تمسك في مخزن تاني او تمسك في قسم تاني. لكن لو سبت الباب مفتوح ايه اللي هيتم؟ النار هتطلع من الباب ده هتمسك على الباب التاني على الباب التاني على القسم التاني لحد ما ايه؟ تتوغل في جميع انحاء المطبخ بتاعي. فدي حاجه اسمها ايه؟ خنق النيران. بعد كده في حاجه اسمها تبريد النيران. يعني ايه تبريد النيران؟ باجي عند الباب بتاعي اللي انا قفلته كويس واحكمته كويس على النيران، تمام، بجيب مسدس الميه بتاعي، تمام، وابتدي اضخ الميه عليه بحيث ان انا ايه افضل اطفي النيران لحد فتره معينه لحد ما يجي لي ايه الدفاع المدني بتاعي ويكمل معايا، تمام. طبعا كل الكلام ده مطالب بيه حضرتك في الصف الثاني والثالث والرابع والخامس لمدارس ال5 سنين، ومدارس ال3 سنين مطالب معاك لحد السنه الجايه ان شاء الله. وبالتوفيق إن شاء الله. أنا سعيد جدا بلقائكم، وإن شاء الله يكون خلصنا الترم بتاعنا، وبالتوفيق كامل. شكرا.